حاجة في ايه؟ هايدي ده حقيقي ولا انت بتهزري يا دول؟ شكرا يا دول. النومينيت تاني علي نعل حبيبي. اشوفه انزل تحت بيعطوني الف غلط والف عيب، انا متاكد، لانه مستحيل يطلعوني يقولوا ما في عيب، مستحيل. لكن قول لي اقنعني، ما تقنعني. تكلم يا اخي بمنطق، احنا نتكلم بواقع. مو معقول يا اخي، والله العظيم مو معقول. انا ما زعلان عشان بطلع، هو شوفي تصويت جمهوري، انا انت واحد يطلع واحد يرجع، انا ما عندي مشكله اطلع. بس يا اخي ليش تلهش. ليش تطلعني؟ لسه يا اخي لسه بدري، لسه انا ما غلطت. طلعك اليومين عشان تصحصحك، يا عمي ايش تصحصحني؟ هو اطلع يرجع. والله العظيم يا اخي. اوكي انا روق، بس يا اخي في اشياء بالمنطقه احنا نتكلم. انا ما عندي مشكله لو غلط، طلع عيني من يا عمي خلاص. متغير تصويت حبيبي، اوكي انا برا ما عندي مشكله. اللحظه اللي كنت خايفه منها من قبل ما ادخل الاكاديمي انه اقف في موقف ممكن اتظلم فيه عشان ريسك الحظ، فاهم؟ بحال بدك تبقي ترجع تقبي، بحال بدك تفلي خليكي بصوره حلوه. عن جد صح. ايه اوكي ما عم مش عايزه بجد اقعد كتير معاك. جايز ايه ممكن تيجي انت؟ بص مش عايزه اتكلم موضوع، لو عايزه تفلي بيطلع بسرعه حلوه الكلام ده. حصل الحظ الحمد لله. ليك انت ما راح تفلي، عمل لك هيك بس كلمين انه بدك تتقبلي كل شيء، بدك تتقبلي كل شيء، ما في مجال بدك تعمل ده برسي، ما رح تعمل شيء بالبراين، ما رح تعمل اي شيء. بس الفكره في حاجه، انت طالع مع علي حلو؟ مالهاش علاقه بقى هي دي علي مين تصويته ومش مين تصويته. حنان كانت بتطلع مع ناس، انا من وجهه نظري الناس اقوى منها في ان هم محبوبين، انا كان من وجهه نظري، ومع ذلك حنان بتاخد تصويت الجمهور. عارف انت عايز يعني تطمني، يعني هي مش لا مش مساله تطمنك، انا بتكلم ان انت بالنسبه للناس والناس اللي شايفينه لو هم حتى بيحبوك بيحبوا علي بيحبوك الجمهور بتاعكم انتوا الاثنين، بس انت تستاهلي ترجعي بالنسبه لهم على علي. ليه؟ عشان علي كذا مره طلع، الناس هتشوفها كده، ده من وجهه نظري. انا عارفه بقول لك ايه، خلاص هي لعبه وانا يعني ايه. بصي يعني حاولي، انا ممكن هي فعلا لعبه، هي فعلا مش منطق ومش عقل، هو لعبه.